ما زلنا مع الأمل، واليوم السابع مقال لمحمد دسوقي رشدي يتحدث فيه عن فكرة صناعة الأمل، ويتحدث فيه عن من يطاردون المصريون بشائعات عن الخراب الاقتصادي وعن الدولة التي تقترض، ويشككون في حرب الدولة لاسترداد الأراضي المنهوبة، ويرى أن الحكومة لا تصد الشائعات بل تسهم في ترويجها عن طريق، وفقا لوجهة نظر كاتب المقال، أخطاء الوزراء والمسؤولين وتصريحاتهم اللي وصفها أنها غير مسؤولة وغير مدروسة. ويطالب في ختام مقاله: ازرعوا الأمل في نفوس الناس واستثمروا فيه حتى لا يصبحوا فرائس ضعيفة أمام الشائعات المتناثرة في فضائيات ومواقع الإخوان وبعض المواقع العالمية عن الخراب القادم في مصر. أحيانا يبدو الأمل سلاحا أقوى للمواجهة من قائمة الأرقام.